بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في تاني حلقات برنامج تعيش وتخدم. زي ما قلنا كده ان احنا محتاجين اول حاجه عشان يتقال لي تعيش وتخدم محتاجه القلب. عايز اكلمكم عن اول حاجه عشان يتقال لي كلمه تعيش وتخدم، فكره البنى. ازاي ابني خدمه؟ وايه اللي ممكن يدهوني الكتاب المقدس إن أنا أبني خدمة؟ عايز أكلمكم عن فكرة البنى اللي عملها سليمان. بنى إزاي؟ إزاي يبني خدمة؟ كل اللي بنفكر فيه في بناء الخدمة، أول حاجة نعمل فقرات، نعمل المؤتمرات، نعمل أيام روحية، نعمل الفكرة، نعمل هدف لليوم، نعمل هدف للسنة، كل ده هايل. لكن بناء الخدمة بيبتدي من شخص الخادم. يعني أول ما أنا أبدأ أخدم لازم في بنى لنفسي الأول. هنبدأ مع بعض فكرة البنى دي حلقات ورا بعض كده، نبتدي أول بس فكرة في حلقات البنى. فكرة سليمان لما بدأ يبني، سليمان الحكيم بدأ يبني، بنى إزاي؟ في سفر الملوك الأول إصحاح الثالث من أول آية 6، سليمان أول بدأ يبني بدأ يصلي. بصوا هنقرأ مع بعض صلاة سليمان، ودي بداية البنى. بداية البنى الصلاة بتاعة سليمان دي. مش البنى بس إنك أنت تبني فقرات أو تعمل مؤتمرات، كل ده هايل، بس ده آسف في اللفظ اللي أقوله لك كخادم، أنا بتكلم مع خدام، فاهمين الكلمة دي إزاي؟ كل ده ممكن يقع لو الأمر بداية البنى مش موجودة، اللي هي نفسك، اللي هي أنا. بيقول إيه سليمان؟ فقال سليمان، بيكلم بقى بيصلي مع ربنا قبل ما يبتدي يبني خدمة، قبل البنى بدأ يصلي بيتكلم مع ربنا. بيقول إيه؟ إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة، حسبما صار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك. وعايزك تركز دايما في فكرة القلب في الخدمة. فحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابنا يجلس على كرسيك هذا اليوم. والآن أيها الرب إلهي، أنت ملكت عبدك مكان داود أبي، وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته، شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة. فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك، أميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ فحسن الكلام في عيني الرب، لأن سليمان سأل هذا الأمر. فقال له الله، من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تميزا لتفهم الحكم، هوذا قد فعلت حسب كلامك، هوذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا، حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يكون بعدك نظيرك. وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله، غنى كرامة، حتى أنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. فإن سلكت في طرقي وحفظت فرائدي ووصاياي كما سلك داود أبوك، فإني أطيل أيامك. بداية البنى كخادم أو بنى خدمة هي علاقتك بالله. بصوا سليمان، هنمسك الصلاة دي ونشوف ازاي البنى بيتم. أول نقطة في بنى الخدمة هي إنك تتذكر إحسانات الله القديمة. يعني إيه؟ سليمان بدأ يقول لك إيه؟ إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة، حسبما صار أمامك بأمانة وبر. قعد يفتكر اللي عمله ربنا زمان. بداية بنى الخدمة إن كل خادم وكل راعي يفتكر ربنا عمل إيه زمان في الخدمة. عمل إيه مع حد زي حبيب جرجس؟ أرشزياكون القديس العظيم حبيب جرجس. عمل إيه مع الآباء والرسل والقديسين؟ عمل إيه في الكنيسة الأولى؟ لما تلاقي إن في مشكلة عندك في الخدمة، افتكر إحسانات الله. افتكر ربنا عمل رحمة عظيمة. وخلي بالك، قال عملت رحمة عظيمة مع داود صار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب. إن كل يا رب اللي كان ماشي معاك باستقامة قلب في الكنيسة زمان، وفي مسيرة الكنيسة وفي تاريخ الكنيسة،
كان باستقامة قلب من أول أثناسيوس الرسول ومرمرقس الرسول وديسقورس وكل الناس اللي حموا عن الإيمان وحموا عن الخدمة والأباء والبطاركة، كل التاريخ الكنيسة ماشيين باستقامة قلب. فأول حاجة عشان تبني خدمة تعلن رحمة الله وتفتكر إحسانات الله القديمة، إنك أنت يا رب زي ما عملت زمان هتعمل دلوقتي، كما كان هكذا يكون. أنت ما سبتش خدمات زمان، ما سبتش كنيسة زمان، مهما كان فيها اضطهادات، مهما كان فيها أوجاع، مهما كان فيه فقر، مهما كان فيه احتياج، أنت يا رب فضلت برحمتك. فأول حاجة الخادم يعملها يفتكر إحسانات الله، دي بداية البنى. بص أنت دلوقتي لا عملت فقرات ولا ترانيم ولا جبت مسرح عرايس ولا جبت حاجة، إحنا بنتكلم في عمق البنى، انك تكون خادم عشان يتقال لك كده تعيش وتخدم. يبقى ازاي ان انا اعيش الاول؟ فاول نقطه في البنى سليمان راح قال له يا رب انت عملت زمان فهتعمل دلوقتي. تاني حاجه بعد ما تعلن احسانات الله يقول لك ايه هنا؟ والان ايها الرب الهي انت ملكت عبدك مكان داود. انت يا رب دلوقتي اديتني خدمه، وانت اديتني خدمه بقى انا بعلن ايه قدام ربنا؟ بعلن ضعفي. يعني ايه بعلن ضعفي؟ يقول لك ايه؟ وانا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول. عشان تبدأ تبني خدمة تعلن ضعفك قصاد ربنا. أنا يا رب ولا حاجة ولا حاجة، سيبك بقى يا رب بقى من الهلمة اللي حواليا دي، أنا ولا حاجة. مين فينا حاجة؟ عارفين إيه مشكلتنا؟ أول ما بنطلع أعداد خدام في الأول، لما كنا نفسي أخش أعداد خدام، فتخش أعداد خدام وماسك الإنجيل وماسك الكشكول وبتذاكر وأبحاث وبتاع ومش عارف إيه، أول ما تنزل خدمة فتمسك الإنجيل كده وتروح قاعد في آخر صف وتقول أنا ما استاهلش أنا ولا حاجة. يمر سنة ولا اتنين تلاقي اللي ما يستاهلش ده، لا ده أنا استاهل واستاهل. ومش بس كده، تقول لغيرك ما يستاهلش. فين بقى أنا فتى صغير؟ فين أنا ولا حاجة؟ دي راحت راحت. فتلاقي الخدمة بتقع وانت بتقع، فيش بنى. فهتقلك إزاي بقى تعيش وتخدم؟ هي ممكن تتقلك تعيش وتخدم، بس تتقلك كده، لا تتقلك تطبيل، لا تتقلك بشكل ان هو لازم تتقلك فتعيش وتخدم. لكن انت فعلا عايش وتخدم؟ بصوا قال له ايه كده؟ قال له انا فتى صغير لا اعلم الخروج والدخول، انا ولا حاجه. اعلن ضعفي قصاد ربنا، انا ولا حاجه يا رب، انا ولا حاجه فعلا. مش كلام، انا ولا حاجه. ده انت جايبني من المزابل، ده انا كان حياتي كلها خراب ودمار، ده انا كنت وكنت وكنت وكنت، انا كنت ولا حاجه وما زلت يا رب ولا حاجة. سيبك يا رب من الهلم اللي عليا دي، سيبك من رتبتي، سيبك من زي اللي لابسه، سيبك من خدمتي، سيبك من مكانتي في الكنيسة، أنا ولا حاجة. فأول حاجة سليمان عشان يبدأ يبني أعلن كده، قال له أنت إحساناتك كتير يا رب عليا من زمان، وأنت يا رب بتمسك الخدمة وبتمسك الكنيسة، أنت الرب وأنت الراعي وأنت الأب وأنت رئيس الكهنة الأعظم وأنت المحامي عن الكنيسة وأنت المحامي عن الخدمة وأنت القاضي العادل، أنت كل حاجة، أنت ليك إحسانات كبيرة. تاني حاجة، أنا ضعيف، أنا ضعيف، أنا ولا حاجة وخاطي وعندي خطايا كتير. أنت مديني يا رب حاجات، أنت مديني ناس غيرهم وانا مش عارف اتغير، انت مديني ناس اتوبهم وانا مش عارف اتوب، انا فتى صغير لا اعلم. تاني حاجة تعلن ضعفك قدام ربنا. تالت حاجة يقول لك ايه؟ فاعطي عبدك قلبا فهيما لاحكم على شعبك واميز بين الخير والشر. تالت حاجة طلبها سليمان، قال له بقى ايه؟ قال له مش عايز عقل حكيم، قال له عاوز ايه؟ قلب. انا محتاج قلب يكون حكيم في الخدمة. أنا هبني إزاي وأنا قلبي مش حكيم؟ يعني إيه قلب حكيم؟ يميز. مشكلتنا في خدمتنا كده، أنا مش بميز بين الخير والشر، أنا مش عارف ده كويس ولا وحش، مش عارف ده هينفع العيال ولا مش هينفع الولاد، ده هينفع ولادي في خدمة ومش هينفع ولادي في خدمة. أنا يلا أي حاجة تيجي نقولها، أي حاجة تيجي نعملها، أي فقرة عندك فقرة هاتها، عندك مش عارف ترنيمة حطها، عندك مش عارف، ما بتميزش، ما عندكش روح تمييز. روح التمييز هتيجي منين؟ انك تطلب من ربنا قلب يفهم، قلب فاهم نفسك، قلب فاهم الله، قلب فاهم اللي حواليك. خلي بالك خلي بالك، انت محتاج تفهم اللي حواليك، مش تفهم اللي حواليك انك تدينهم بس، تفهمهم، تفهم نفسك كويس، ما تعيش كده وخلاص. تفهم الله، تفهم الله عشان تعرف تخدم. اديني قلب عشان اقدر اميز يا رب الخير والشر،
لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ مين يقدر يا رب يميز؟ مين يقدر يميز قلوب الناس اللي بخدم معاها؟ قلوب الناس اللي بخدمها مين يقدر يميز يا رب؟ يا رب أنا لما مش بميز، لما مش بدل، ما بقاش عندي القلب ده، أقولها لكم بالبلدي كده باللغة بتاعتنا، بنلبس في حيطة. بتلاقي الخادم فجأة لابس في حيطة، ليه؟ ما ميزتش. تبص تلاقي تقرب من الناس، ده حبيبي يا سلام، ده انت ما فيش احسن من، انت احسن خادم، ده انت احسن كاهن، ما ميزتش. يوم التاني شهر اتنين تلبس في حيطة، مش هو ده اللي كان حبيبك؟ مش ده اللي كان بيعمل، ده اللي كان بيسوي؟ ما ميزتش. اديني قلب يميز. يبقى اول حاجة عشان البنى انك تذكر احسانات الله في الكنيسة الاولى، زي ما عملت زمان يا رب مع الرسل والاباء والقديسين هتعمل معايا. تاني حاجة أقول له يا رب أنا ضعيف، بعلن ضعفي قدامك، أنا عايز أبني ما أعرفش أبني، مش عارف أخدم، أنت يا رب اللي تديني. تالت حاجة عشان أقدر أديني قلب، قلب يبقى فاهم، قلب يبقى واعي، قلب يبقى رحيم، قلب يبقى راعي، أديني القلب ده. تالت حاجة فجأة كده تلاقي ربنا لما يسمع التلات صلوات دول منك يتبسط بالكلام. إيه ده؟ انت بتتبسط بالكلام؟ ايوه انا خادم وهو بيتكلم معايا اتبسطت من الكلام. ايه؟ حسن الكلام في عين الرب، لان سليمان سال هذا الامر فراح ربنا كلمه. تسمع صوت ربنا بقى يقول لك من اجل انك قد سالت هذا الامر ولم تسال لايه؟ لنفسك. خادم مش بيسال لنفسه، بيسال للرعيه، بيسال للخدمه. يا رب اديني عشان الخدمه، اديني عشان الخدمه، اديني عشان الخدمه، اديني فلوس للخدمه، اديني قلب عشان الخدمه، اديني نعمه عشان الخدمه، اديني عشان الخدمه. طول ما انت ما سالتش لنفسك يقول لك ايه؟ ولا سالت نفسك ولا نفس اعدائك، ولا قلت يا رب الناس اللي مضايقاني، ولا اتكلمت في اي حاجه من دي، هوذا قد فعلت حسب كلامك. ربنا مديك ده، هوذا اعطيتك قلبا حكيما مميزا. في بداية البنى كخادم محتاج قلب حكيم مميز، حتى انهم يكن مثلك ولا قبلك. ومش بس بقى هديك قلب حكيم، عارف اللي انت ما طلبتوش هديهولك، هديك الغنى، هديك كرامة، هديك خير، هديك نعمة، هتخليك نعمة قصاد الناس. كل اللي يشوفك يلاقي فيك نعمة، كل اللي يسمع كلامك يلاقي فيك نعمة، كل اللي يقعد معاك يلاقي فيك نعمة. حتى لو في ناس بقى بصلك بصة مش حلوة، حتى لو انت ناس عروق بسبب ضعفاتك، حتى لو هيبقى فيه غنى ونعمة. عشان يتقالك تعيش وتخدم، بص على البنى الخادم. أول حاجة عشان تبني خدمة، أول حاجة تذكر إحسانات الله في الكنيسة. تاني حاجة تقول له يا رب أنا ضعيف ما أعرفش حاجة. تالت حاجة تطلب منه قلب حكيم، قلب حكيم مميز. بعد كده تسمع صوت ربنا يقول لك أنا هديلك ده، هديلك القلب اللي تقدر تميز بيه الخير والشر، تميز بيه الخدمة. ومش بس هديك كده، هديك كمان غنى وكرامة. عشان كده تبدأ تبني خدمتك، فأول حاجة إنك تبدأ تصلي، تبدأ ترفع قلبك لربنا، وأول ما تبتدي تخدم تسمع صوت ربنا يقول لك تعيش وتخدم ليه كل المجد والكرامة من الآن كل أوان ظهر دور كلها. أمين.